وقت المؤتمر الاقتصادي في شهر أكتوبر اللي فات، الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتم بكذا موضوع يخص الناس، وكان أهمهم إنه وجه بالتحديد الحد الأدنى للأجور، وده اللي كان بيكرره وبيأكد عليه في كل ندواته. بس لغاية من يومين ما كانش فيه أي خطوة اتخذت، بالذات في القطاع الخاص، والشركات رافضة تطبقه. لكن امبارح كان فيه اجتماع جديد للمسؤولين، والحد الأدنى للمرتبات في القطاع الخاص اتحدد بشكل رسمي، والبداية هتبقى من السنة الجديدة. خليك معايا علشان تعرف مرتبك هيوصل لقد ايه. أنا آية يونس، تابع الفيديو للآخر عشان تعرف كل التفاصيل. قرار رفع الحد الأدنى للأجور الدولة كانت بتتكلم فيه كتير الشهور اللي فاتت، لكن ما كانش بيتطبق، والعاملين في القطاع الخاص كل شهر يستنوا زيادة، لكن بيلاقوا مرتباتهم زي ما هي. الرئيس اتكلم كذا مرة عن الموضوع ده، إن لازم القطاع يتحرك، فعشان كده اجتمعت امبارح الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادي مع المجلس القومي للأجور، وأقروا إن الحد الأدنى للمرتبات في القطاع الخاص هيكون 2700 جنيه، وده هيتطبق من أول مرتب يناير 2023. وكمان بالنسبة للعلاوات السنوية للقطاع الخاص، الوزارة اشترطت إن الحد الأدنى لقيمتها هيكون حسب السنة المالية لكل مؤسسة، لكن مش هتقل عن 3%، وده من أجر الاشتراك التأميني، وفي نفس الوقت الحد الأدنى ليها 100 جنيه. برضه في الاجتماع اتكلموا عن إن الأزمات اللي بيمر بيها الاقتصاد الأيام دي لازم كلنا يكون لنا دور في مواجهتها، والأهم هو دور اتحادات الغرف المختلفة مع المجلس القومي للأجور علشان يقدروا يوصلوا لتوافق بينهم في مرتبات الموظفين والعاملين. بالرغم من الظروف الاستثنائية اللي البلد بتمر بيها، لأن الموظفين دول هم اللي بيتصدموا بزيادة الأسعار، علشان كده الدولة بتحاول إنها توازن بين إنها تحافظ على العمالة المصرية والكيانات الاقتصادية، وتحدد لهم حد أدنى مناسب للأجور يناسب مع الظروف، وتوفر لهم كمان حياة كريمة. الاجتماع ده كان مهم جدا إن الوزيرة تعقده قبل ما 2022 تنتهي، علشان القطاع الخاص يلحق يطبق القرار. لكن من البداية والقرار ده كان بيتأجل تطبيقه في الشركات والقطاعات الخاصة، لأنهم شايفين إن مرتب 2700 صعب يطبقوه دلوقتي، خصوصا إنها لسه بتتعافى من الأزمات اللي بدأت بكوفيد-19 في 2020، وإنه لغاية النهاردة القطاع بيعدي بمشاكل مالية كتيرة، خصوصا كمان في المنشآت الصغيرة بتبقى إمكانيتهم ضعيفة ومش هتعرف إنها تطبق قرار الحد الأدنى للأجور. وبيقولوا إن القرار محتاج يبقى فيه مرونة شوية، لكن في نفس الوقت القطاع الخاص نفسه إنه فعلا يحسن من دخل العاملين ويزوده كمان، لكن مش بالشكل اللي يضر ميزانية الشركة والميزة التنافسية لمنتجات الشركات والمصانع الخاصة. علشان كده الدولة هتطبق توجيهات رئيس الجمهورية، وهتساعد الشركات اللي مش قادرة تطبق الحد الأدنى للأجور أو تدفع العلاوة الاستثنائية، وده عن طريق صندوق الطوارئ التابع لوزارة القوى العاملة، لكنها تراجع أوراق الشركة الأول علشان تتأكد إن ميزانيتها ما تستحملش زيادة. لكن الحق يتقال، مش كل الشركات كانت رافضة، في رجال أعمال كتير طبقوا القرار من نفسهم ورفعوا الحد الأدنى للأجور، وده اللي المفروض يتعمل في باقي الشركات ويراعوا الظروف المعيشية للعاملين. كمان الشهور اللي فاتت الرئيس عبد الفتاح السيسي كان موجه إن المرتبات تزيد في القطاع الحكومي حوالي 3000 جنيه، وفعلا القرار اتطبق والمرتبات اتصرفت في شهر نوفمبر بالزيادة الجديدة في أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية، فمن حق العاملين في القطاع الخاص هم كمان مرتباتهم تزيد، وده اللي بيطالب به المجلس القومي للأجور شركات القطاع الخاص، إن رغم تأجيلهم للقرار لكن المواطن لازم مرتبه يزيد ويقدر يواجه زيادة الأسعار، وإن القرار ما ينفعش يتأجل أكتر من كده.